وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكنا وللمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع ذكر الله جل وعلا بكتابه وبذكره الذي هو القرآن العظيم، مع أوائل وفواتح سورة البقرة. وسبق الكلام أن حديثنا عن القرآن في هذا السياق ليس من قبيل التفسير، ولكنه من قبيل التدبر، والتدبر مرحلة تقع بعد التفسير. أي أن المؤمن إذا أراد أن يتخذ القرآن ذكرا، كما هو كذلك فعلا في طبيعته، إذ إنما أنزله الله جل وعلا ذكرا، وإنما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم مذكرا، فلا بد من أن يفتح بصيرته، ومن أن يوقد أنوار قلبه من أجل أن يشاهد مشاهد القرآن الكريم وأنواره التي تتنزل على قلب التالي المتعبد به لله جل وعلا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن لهذا الحد قلنا بأن هذه الآيات الفواتح فيها من البركة والنور، كما في غيرها من آيات القرآن الكريم ما يفتح القلب على ذكر الله جل وعلا، ومما ورد الأثر به، لأن الإنسان إذا قرأ سورة الفاتحة وثنى بهذه الأوائل، يعني الفواتح البداية ديال سورة البقرة، ثم ما بعدها مما ذكرنا قبل من آية الكرسي ومن الخواتيم ديال البقرة، ومما سيذكر في حينه وإبانه بحول الله عز وجل من الآيات والسور والأحاديث النبوية من الأدعية والأذكار، فإنه بإذن الله يكون قد غذى قلبه وروحه بما يصله بالله، كيغذي القلب ديالو ويغذي الروح ديالو بواحد الشيء كيخليه موصول بالله جل وعلا. فباش الإنسان يحقق فعلا هذا المعنى عند تلاوة هذه الآيات، لا بد حينما يستجيب لأمر الله جل وعلا بالتلاوة والذكر من أن ينتبه إلى أن الله جل وعلا يجيبه عما طلبه في سورة الفاتحة. لك شيء اللي طلبتيه في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، ربي تعالى كيجاوبك في البداية ديال سورة البقرة، فيأمرك باليقين في الله جل وعلا، من أن ذلك الدعاء يكون عندك اليقين بأن هذاك الدعاء راه الجواب ديالو كاين هنا، أي في هذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلا شك إذن ولا تردد أبدا في أن الهدى الذي يطلبه الإنسان أي إنسان موجود في هذا الكتاب، وإنما عليه أن يشعل النور الذي به يسلك مسالك القرآن، وأن يوقد فتيل قلبه من أجل أن ينطلق على مركبة القرآن ليتصل برب السماوات والأرض جل وعلا. إذ إنما جعل القرآن لنا حبلا ممدودا ما بين السماء والأرض، كما صح به الحديث الذي ذكرناه مرارا وتكرارا. فإذا قلنا بأنه هذا الضوء اللي خص الإنسان يشعله في القلب دياله هو ضوء ديال التقوى، نور التقوى، وبغير التقوى لا يجد الإنسان هدى، بغير التقوى لا يجد الإنسان هدى، هدى للمتقين. لام هذيك اللام يسميها في العربية حرف جر، ولكن عندها واحد المعنى. ايش معناتها؟ معناتها حرف كيعطي المعنى ديال الاختصاص، زعما هذا القرآن راه هدى ولكن خاص، ماشي ديال كل شيء، ديال المتقين، راه هذا المعنى ديال ديك لي هدى، خاص ماشي عام، خاص بالمتقين. فالذي لا تقوى في قلبه ولا خشوع ولا خضوع
لا يجد في القرآن ذلك الذي يجده المؤمن المتقي. ولذلك القرآن كيقراوه الملايين ديال الناس، بل حتى الكفار قد يقرؤون القرآن وهم يقرؤونه بالفعل، ولكنهم لا يسلمون لا يؤمنون، لأنه القلب باش ضق باب الله قلب كافر أو قلب فاجر أو على الأقل قلب لا يجد من التقوى شيئا إطلاقا، ناشف قاسي. فلابد إذن من أن يتهيأ هذا القلب، خص القلب يتهيأ باش ندقوا باب الله تعالى، وباب الله تعالى هو القرآن الكريم. فإذا طرق بابه سبحانه وتعالى بقلب متق خاشع خاضع فتح الرحمن أبواب النور وأبواب الخير، ويبان لك ديك الساعة الهدات وجديه وتشوفيه بعينك، بعين البصيرة وببصيرة الروح تجدين مسالك النور، تتدفق عبر آيات القرآن الكريم وتتضح الطريق ويستوي الصراط قائما إلى الله جل وعلا، هدى للمتقين. إذا الإنسان إذا بغى فعلا يفتح القرآن الكريم ويقرأ ويلقى الله سبحانه وتعالى كيتكلم معه وكيتخاطب معه وكيمدو بالنور ديال الهداية، كيعطيه النور ديال الهداية، خصو يدق الباب ويفتح القرآن ويبدأ القراية بواحد القلب خاشع متذلل لله، كقلب المريض الباحث عن الدواء العزيز. الدواء العزيز هذاك الدواء اللي ما كيتلقاش، كيمكن لا قدر الله مثلا الانسان يكون مريض لاي مرض فيصف له الطبيب وصفه، يعطيه الطبيب الوصفه تريتمو يعني وصفه، كيمشي للصيدلي الاول ما عندوش الدواء، الصيدلي الثاني ما عندوش الدواء، لا يجده هذاك الدواء، كيولي عزيز لانه اش عنده مشكل، عنده ندره ما كاينش. فإذن كيدير البعثات والطلبات ديالو للخارج والدول كثيرة بحثا عن هذا الدواء، وتصوري ملي كيجيه الدواء اش من نفسية باش كيتلقى هذاك الدواء، نفسية المفتقر المحتاج المضطر إلى ذلك الدواء، والله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال. كذلك يطلب الله جل وعلا أن يكون قلب كل امرئ يريد نوره وهداه جل وعلا. اللي دق القرآن بهذا المعنى غادي يلقى هذا المعنى اللي كنت تكلموا عليه ديال الهداية، ويشوف النور ببصيرة عينه. لما كل إنسان قلبه يعاني من مشكلة، أي مشكلة كما بغت تكون، اجتماعية نفسية اقتصادية كما بغت تكون، هذه المشكلة لا يوجد شيء من المشكلات والأحزان والمصائب ليس لله فيه سبحانه وتعالى دواء وجواب وشفاء. رب العالمين هو اللي عنده الدواء ديال كل شيء، لأنه الذي خلق جميع الأدواء، وهو اللي سبحانه وتعالى عالم بكل المصائب وكل المشاكل كل شيء، ربي تعالى محيط به وحاكم عليه وقادر عليه سبحانه وتعالى، يقول لشيء كن فيكون. فإذا أنت الآن عند رب الأدواء والدواء، يعني رب الأمراض ورب الأدواء الذي به حياة المرض ومماته. شتي المرض حتى هو راه بحال شي كائن بشري، بحال شي كائن حي، يعني حتى هو عنده العمر، المرض براسو عنده العمر. فالله عز وجل الذي خلقه قادر على أن يميته ويزوله من البدن، كذلك المشكل، كذلك الهم والضيق والحرج وكل المشاكل التي قد يصاب بها أي إنسان في الأرض، هي مقادير بيد الله بسطها وبيد الله قبضها. ولذلك من اسمائه الحسنى القابض الباسط، يعني لو انه القلب حزن شكون اللي غادي يدخل عليك الفرح والسرور؟ لا احد الا الله عز وجل، ولا انت تقدري تدفعي على القلب ديالك الحزن، مستحيل. كذلك اذا سر القلب وفرح لا يستطيع احد ان يدخل عليك الحزن ولا انت ايضا. يعني وتخيلي هذا الامر، هذا يعني الانسان من اللي يكون يعني فرحان، نديرو يعني المثال ديال السرور، اولا فرحان وناشط يعني عنده واحد السرور في القلب ديالو، وطلب منه شي واحد قال له احزن قنط، ما يعرفش ما يقدرش، لانه الفرح حاله نفسيه لا اراديه، ماشي بخاطرك، يعني ماشي بالخاطر ديال بنادم كيفرح، ما كيكون الفرح في القلب هو الفرح
فالقلب لا يجد سبيلا الى الحزن ولو دعا. واخا طلبي الحزن وطلبي يعني اتولي تمثلي يعني وكتظهري نفسك بواحد المنظر ما عندكش الداخل ما عندكش القلب. كذلك اذا حزن العبد والعياذ بالله الى دخل الحزن على القلب والحزن ملي كيدخل القلب ما كيشاورش ما كيجيش يدق عليك هاني ندخل تقول ندخل ما ندخلش لا ما كتشعري به حتى كتلقاه احتلك. الحزن يحتل الانسان احتلال يقلبها من ايمان الى كفر ومن تقوى الى فجور ومن كفر الى ايمان ومن فجور الى تقوى ومن قبض ما كاين قبض القلب لان الذي قبضه انما قبضه القابض الى بسطين لانه الباسط يبسطه ومن بسطين الى قبض يقلبها كيف يشاء يقلبها من ايمان الى كفر ومن تقوى الى فجور ومن كفر الى ايمان ومن فجور الى تقوى ومن قبض ما كاين قبض القلب لان الذي قبضه انما قبضه القابض الى بسطين لانه الباسط يبسطه ومن بسطين الى قبض